السلام عليكم، معكم مجموعه ديال ضحايا سرقه السيارات. الملف كيروج في المحكمه الابتدائيه ديال مدينه تسلا. اليوم عرفت تقديم واحد جوج ديال الملفات ديالنا هنا في المحكمه ديال مدينه تسلا. الملف الاول تاجل للتاريخ ديال 2/2، والملف الثاني تاجل للتاريخ ديال 2/6 في هذا الشهر هذا ان شاء الله. عندنا ثقه ديالنا في القضاء المغربي، والحمد لله القضاء عطانا كامل الصلاحيه ديالنا لمن رجال الامن، يعني من كما كيعرف الجميع من اول ديال المسطره هذه خدينا جميع الحقوق ديالنا. اليوم الملف داز قدام السيد رئيس ديال المحكمه، وعندنا الحمد لله ثقه ديالنا في القضاء. شو هو سبب غياب المحامي ديالكم؟ بالنسبه للغياب ديال الاستاذ ديالنا عصام السمري، تحيه ليه من هذا المنبر، عنده واحد القضيه في مدينه مكناس اللي خلاته يتنقل مدينه مكناس وينوب واحد الملف في المحكمه الابتدائيه ديال مدينه مكناس. عرفنا بان ثلاثه المتهمين لازال في حاله فرار، كاين شي قضيه جديده بخصوص هذا الامر؟ بالنسبه لهذا السؤال ديالك ديال الناس اللي فارين في هذا الموضوع هذا اللي باقي ما معتقلينش، انا كناكد لك باقي ما بين 5 أو 4 ديال الاشخاص اللي باقي ما تعتقلوش، وحتى السيد رئيس ديال المحكمه طرح واحد السؤال لواحد المتهم داخل الجلسه. الاطوار ديال اليوم ديال المحاكمه كيفاش كانت؟ واش كانت امور عاديه؟ واش كانت شي علامات استفهام؟ انا كناكد لك بان القضاء المغربي النزيه نصفنا واحد النصف اللي هو الحق ديالنا عطاه لينا، والحق ديالنا حق مشروع، يعني حنا ضحايا ديال عصابه ديال سرقه السيارات، واحد عده اشخاص اللي معتقلين اللي كينتحلوا جميع الصفات، واللي هما تيقول لك حنا كنشتغلوا مع شركه تحصيل ديال الديون، واللي صاحب شركه تحصيل ديال الديون حتى هو في حد ذاته معتقل مع هاد الناس. والحمد لله دابا كنضمن الملف، دابا اليوم كيمشوا دازوا جوج ديال الملفات اللي دازوا، الملف الاول والملف الثاني. نعم، تاريخ ديال الجلسه كما قلت لك قبل، كاين الملف الاول اللي تاجل لتاريخ 2/2، والتاريخ ديال الجلسه الثانيه تاجل 2/6. سمعنا انضموا لكم ضحايا جداد اليوم في الجلسات اليوم. كاين عده ضحايا ما انضموش لنا حنا، ولكن كاين عند استاذ اخر، يعني كاين واحد الاستاذ اخر تولي تبنى الفكره ديال ضحايا سرقه السيارات، واللي تما ولاو في واحد المجموعه وفي واحد الكتله في هذا الملف هذا، نفس الملف ديالنا. ما كنتش فاهم الملف طول شويه؟ الملف كان امام مكتب استاذ قضيه التحقيق. تحيه الاستاذ قضيه التحقيق اللي عطانا جميع الصلاحيه ديالنا، والرئيس المحكمه الابتدائيه ديال مدينه تسلا. هناك ثقه في القضاء المغربي؟ اكيد عندنا ثقه ديالنا في القضاء المغربي. انا اليوم بغيت نوجه تحيه لقضية التحقيق، الله يجازيه بخير، والقضاء المغربي اللي نصفنا، والله سبحانه وتعالى، لان احنا مظلومين ومحقورين في هذا الملف هذا. وكنوجه واحد الانذار للشركه اللي خلينا منها الكريدي. انا تعاملت معكم اتيستاسيون دو ترافاي، اتيستاسيون دو سالير، لادريس ديالنا، لاكارت ناسيونال، تصورنا، الوثائق اللي بغيتو كلها حطيناها لكم. علاش نتوما غادي تتعاملوا معنا بعصابات؟ والدليل على ذلك هو ان مخرجات كتقول لك عنده ولدي عنده لا سانتيغ نواغ في الكاراتيه. اذا نتوما تتعمدوا تجيبوا لنا صحاب الصوابق، وتجيبوا لنا صحاب لي سانتيغ نواغ، وتجيبوا لنا صحاب الكومبات وصحاب البوكس، تجيبوهم لنا باش يخلعونا. انا بعدا دمرتوا لي ولادي، لان الطريقه باش جيتوا عندي للدار ولدي منهار، باقي لدابا منهار، لان جيتوا بواحد الحاله ما فيها ما يتشاف. ولدي دمر، ولادي تدمروا، لان ما رضاوش، راكم عارفين شباب اليوم ما رضاوش باش يجيو لهم بديك الطريقه العشوائيه في باب الدار. حنا راه مغاربه، حنا غير ورقه غوز ديال الريضال كتخلعنا، الا تعطلنا على الخلاص ريضال ورقه غوز كتخلعنا، ما بالك يجيك حكم قضائي. وانتم سمعتوا بالخرجات ديالنا، كلنا كل واحد كان تيقول، كل واحد من الضحايا كان تيقول ما جانيش حكم قضائي، ما جانيش حكم قضائي. علاش؟ فهذا كيدل على انه عندنا ثقه في القضاء. راه كون جاتني استدعاء من المحكمه ولا صيفطوا لي غير مفوض يقدم راسو بشي حاجه موثوقه ولا شي حاجه رسميه من المحكمه، غادي نتاتلو للقضاء. وزيدوا حنا راه بكورونا، حنا وكنا كنبتزوا اعطيني دور باش ما نصيفطوهمش ليكم نيشان هكا. وكورونا راه شي سمحوا ليه، شي خلاو له طريطه كورونا حتى من بعد، وشي زيروه عليها، وهذا الشيء اللي كاين. كنتمناو القضاء ينصفنا. القضيه كيلقاو ان كاين خروقات وكاين تلاعبات، كيقولوا لهم اسمح لنا اسمح لنا، ها الملف ديالكم ما يمكنش نترافعوا عليكم. والدليل على هذا اليوم اللي وقفنا في الجلسه، تقدمت استاذه للجلسه ونطقات، قالت للاستاذ في الجلسه للقاضي بانني بغيت كنلتمس منكم مهله باش نطالع على الامر، في لان الاستاذ القديم انسحب، لان ذاك المغالطات اللي عطى خوه على المباشر وفي بعض القنوات وفي بعض المنابر الاعلاميه كلها غلط في غلط. لا ما كاينش تما حتى حاجه من الصح، ولو 0.01 من الصح، واتحداه امام جميع المنابر الاعلاميه.
انا عندي 4 شكايات في حق هذا الانسان هذا المعتقل وليس وحيدا. انا عندي شكايه في حق 5 ديال الناس، 5 ديال الافراد، 5 ديال الافراد اللي كانوا كيتواصلوا معايا بارقام الهواتف ديالهم، بالاقراص المسجله، بالفيديوهات، بكل شيء. يعني عندي جميع الدلائل والقرائن مدفوعه عند قاضي التحقيق. تغيبت عن الحضور الاسبوع الماضي، تغيبت عن الحضور لدوافع صحيه، كنت مريضه ما قدرتش نلتحق. ولكن اليوم ها حنايا الضحايا كلهم وقفوا في الجلسه مع المتهم، دلينا القاضي حتى حنايا بالاوامر بالحاجات ديالنا، بالمحاضر ديالنا، بالوثائق اللي كانت باقا ناقصه. حاجه وحده اخرى بغيت نعلم بها المنابر الاعلاميه، تم طرق ابواب لي زورغانيزم دو كريدي الابناك، التحقنا بهم الاسبوع الماضي قبل الاسبوع الماضي، يعني دابا جوج الاسابيع. طلبنا شهاده البيع لان تعلمنا بان السيارات ديالنا تباعوا في المزاد العلني، مع انهم ليس لهم الحق في بيع السيارات دون اشعار اصحاب السيارات. هذه اولا، هذا الرقم اسمح لي، هذه اولا. ثانيا اللي كيكون عدم الاخبار يبطل تماما البيع، يبطل البيع لان ما تشعرناش وما حضرناش المزاد العلني. ثالثا، السياره ديالي تاخذات من عند قدام اعين الشرطه القضائيه وكانت على علامات سياره الشحن والجر، وتم التصوير ديالها في احسن حاله، طوموبيلتي مازال جديده. واذا بي افاجئ عند الناس لي زورغانيزم دو كريدي كيقولوا طوموبيلتي مخيوده ب 24 مليون، تباعت ب 90000 درهم، وقالوا بانهم الطوموبيل كانت في حاله يرتلاها. شكون اللي تكرفص لي على طوموبيلتي؟ شكون اللي خدا لي طوموبيلتي؟ انا كنحمل المسؤوليه من شركه تحصيل الديون اولا، وكنحمل المسؤوليه الاخرى الابناك وبنك القروض وفسلف، لان هو اللي تعاملت معاه، هو اللي سنيت معاه الكونترا، وهذاك البنك هو اللي عطيتو انا المسائل ديالي الشخصيه وعطيتو المعلومات عليا، لان لي بورتفوي ديالي هذاك البنك هو اللي سلمهم لهاد الاشخاص اللي هما ذو سوابق عدليه. هذاك البنك هو اللي عطى، هو اللي سلم الوثائق ديالنا الشخصيه وسلم لي بورتفوي ديالنا لهاد الناس هادو، باش تبعونا، باش سرقونا، باش خداونا السيارات ديالنا بطريقه غير قانونيه، وداروا بهم ديزاكسيدون، سرقوا بهم، ضربوا بهم رجال الشرطه، رجال الامن، داروا بهم واحد العديد، ارتكبوا بهم واحد العديد من الخروقات. شنو يخلي هاد الملف يطول؟ دابا مازال طول القضيه مطوله مور 6 يمكن جوج. ما يمكنليش نعرف، لان هذه سريه الملف وهذه سريه المحكمه الموقره، وحنا في واحد، حنا دابا في واحد الوقت حرج. علاش؟ لان هاد الناس هادو اللي حنا كندعاو معاهم ولاو كيصيفطوا عباد الله كيقول لك واحد من الضحايا درنا، واحد من الضحايا فعلنا. كيجيو عندنا ناس كيبغيو ينضموا عندنا غير باش يخترقوا، غير باش يخترقونا ويعرفوا المعلومات علينا. هاد الناس مازال متمادين في الاخطاء. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.